ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. فيديو جديد معاكم النهارده من قناه حبايب نوره. النهارده يوم الجمعه، فقلت كده اشارك معاكم يومي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قلت النهارده هعمل بشاميل، فقلت اوريكم طريقتي، يعني طريقه سهله ومبسطه، كل اللي حاب يعملها بطريقتي جربها، يعني تجربه هتبقى كويسه والله، يعني حاجه تحبوا تعملوها بسرعه، مش هتستصعبوا البشاميل. في ناس كتير بيحبوش يعملوه من صعوبته، لا هتشوفوا الفيديو بتاعي وهتقولوا هقوم الوقت اعملها على طول. اول حاجه كده جبت 3 معالق او 4 معالق دقيق، عليهم نفس الكميه برضو زيت او سمنه، وهديهم تقريبا مع بعض كده، وبحس ان انا لما اسوي الدقيق مع السمنه بيبقى طعم البشاميل احلى، احسن ما احط الدقيق على طول والبشاميل واللبن كله مره واحده. لا بدي اول تحمصه كده مع بعض، اهو تقريبا مع بعض شوحه تشويحه، وهنزل عليه على طول باللبن. وهنا جبت برضو قشطه بلدي هحطها برضو معاه. اهو انا كده بسوي الدقيق مع السمنه وهنزل عليه بايه؟ رطل لبن. عايزين تحطوا في الوقت ده برضو شوربه عادي. انا بحط مرقه ماجي معاه، وهديهم تقليبه مع بعض، وطبعا هنزل برضو بالقشطه معاهم عشان ياخدوا كلهم تسويه واحده لغايه ما البشاميل اللي يتقل معايا. انا هنا حسيت ان اللبن قليل، كملت لبن كمان معاه. انا بحط اللبن سخن عادي وبنزل عليه مره واحده وهو بيستوي مع بعض. هنا القشطه حطيتها عشان هديهم تقريبا مع بعض. دي قشطه بلدي من اللي هو وش اللبن، بيكون مجمعاه كده في الفريزر. ممكن اعمل منه سمنه بلدي او زبده بلدي، بس انا حطيت الوقت البشاميل على طول مع بعض مع البشاميل. وحطيت مكعبين مرقه، مكعب دو، وحطيت برضو مكعب كمان وشويه فلفل اسود وملح طبعا، وبديله يعني نطره صغيره من السكر عشان يمزز كده الطعم، يبقى طعمه حلو كده. وهديهم تقليبه مع بعض لغايه ما البشاميل يتقل معايا. طبعا ايدي مش هسيبها من البشاميل خالص، هفضل اقلب فيها على طول اللي بيطلع في المضرب ده. وش اللبن بيدوب مع اللبن لسه. وهنا خلاص حطيت حب السكر كمان اهو، وهحط شويه فلفل. واقلبه لغايه ما البشاميل يتقل، وكده هكون خلصت من البشاميل. البشاميل اللي بياخدش وقت يا جماعه خالص، اسهل حاجه ممكن تعمليها. هو اي نعم يعني هو اصعبه في ان هو بيعمل اطباق كتير ومواعين كتير وحاجات من دي، بس في الاخر بيدي طعم حلو. كده خلاص خلصت من البشاميل. قلت هنا هعمل بقى عصاج اللحمه. جبت 3 بصلات او 4 بصلات صغيرين وقطعتهم مكعبات كده باي طريقه انت تحبوه، ممكن تبشروه او تقطعه حته صغيره. انا حطيته كده وقطعته حته صغيره، وهديله اول تشويحه، واقوم نازله عليه بعد كده بقرنين فلفل حامي او بارد اللي انتوا عايزينه، وهنزل عليه بشويه زيت وهسيبهم لغايه ما يتحمصوا مع بعض وياخدوا لون شويه مع بعض. هنا اللحمه كنت مطلعاها من الفريزر، ده كيلو لحمه مفرومه كنت فرماه وحطها في الفريزر، والبشاميل اللي سبته خلاص وخلصته. هنا كنت سايباهم لسه يعني بياخدوا مع بعض، بيتبلوا شويه عشان انزل عليه الزيت ما يشربش بزيت كتير، واحط برد عليه فصين توم بس اول ما احمر شويه الفلافله مع الفلافله مع البصل في الزيت. هديهم كده شويه مع بعض لغايه ما ياخدوا لون، واول ما ياخدوا لون هحط عليهم فص الثوم. هنا كنت بحط شويه ملح عشان يتبلوا بسرعه، لان كانوا بياخدين وقت شويه. ما بحبش العصاج اللحمه يكون البصل فيها مش مستوي، عصاج اللحمه بحب ان البصل يعني يستوي فيه شويه. كده خدتهم تشوحه مع بعض اهو. صلى على النبي يا جماعه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بعد ما اخدوا تشويحه مع بعض كده وهيصفر لونهم، هنزل عليهم بالثوم. كده نزلت عليه بالثوم اهو، هديهم تشويحه مع بعض وهنزل بعد كده عليهم باللحمه. فتحت كيس واحط اللحمه بقى عليه وهخليهم ياخدوا مع بعض تسويه. انا بحب في اللحمه المفرومه يعني ايه ازودها شويه ميه شويه عشان احس ان هي يعني بتاخد سوية شويه. وهنا كان الجامعة ابتدى يفتح عشان صلاه الجمعه،
كنت انا قايمه بدري اليوم ده عشان الميه طبعا ما بتقعدش كتير، وقلت اقوم بدري بدري وخلاص قبل الصلاه. كان الدنيا لسه بدري اهو، والجامعة بيفتح الجمعة. مبارك عليكم يا جماعة، وهنا كنت بوريكم الجو عندنا في دمياط. كنا بدري شوية، دخلت بقى المطبخ كده، قلت لو مفيش حاجة ورايا قعدت شوية في الصالة، قلت اكمل البشاميل، اخد لي جو، اقعد كده مع نفسي شوية، اشرب شوية قهوة واخلص اللي ورايا. هنا حطيت فلفل وكمون وكزبرة ناشفة وحبة جنزبيل وفلفل اسود وبهارات لحم، وحطيتهم عليهم يقعدوا مع بعض تشويحة. وطبعا الوقت ده بسخن المية عشان اعمل المكرونة بشاميل. خلص اللحمة بتستوى كده، المكرونة هسلقها. وفي الوقت ده برضو عملت كوباية قهوة وقلت اشربها برضو زي ما انا قلتلكم، مش هنسى نفسي برضو، لان كنت ساعتها بقى حاسة ان انا خلاص يعني عايزة حاجة تفوقني، فقمت عاملة فنجان قهوة. وهنزل بقى بالمكرونه هي الاقلام، ده كيلو مكرونه اقلام، كيلو مكرونه الاقلام بيتحط عليه كيلو لحمه مفرومه. هنا الميه حطيت عليها ملح وحب الزيت، وهنزل بالمكرونه هسويها كده 10 دقايق، مش تسويه كامله يعني، عشان انا هعملها يعني هعملها بالطماطم، ما بحبش البشاميل اللي هو الابيض، ما برتاح له شويه. هنا هتقولوا لسه فيها ميه شويه، انا سايبه فيها، انا بحب اسيب فيها شويه، لان ما بحطها على المكرونه بحس ان بينزل شويه حبه صوص كده بينزل على المكرونه، بيديها طعم برده حلو. هنا هي المكرونه شطفتها شويه شطفه عشان النشا، وايه هحط هعملها بالطماطم. انا من النوع اللي بعمل المكرونه ببصله برده، ما بحبهاش ببصل توم بس، لا احط مكرونه وتوم. فهنا قليت بصله قليله يعني بصله صغيره، عشان انا حاطه بصل طبعا في العصاج، وهحط عليها فص توم. هنا المكرونه بقول لكم هبتدي اصفيتها خلاص، وهنا هعمل اخدها تشويحه كده وانزل عليها بزيت، وبعد ما تدبل شويه هنزل عليها بفص توم. هتقول لهم العصاج في كل ده، انا بحب يعني انا طريقتي بحبها كده، واللي بياكلها بيحبها بيقول لي يعني ان هي طعمها حلو. حط عليها التوم بقى، بعد ما اديت لها تشويحه كده هحط عليها التوم. ده بقيت التوم اللي انا كنت فرمسعه البشاميل، هنزل عليها بالتوم، وهنزل عليها بعد كده بخلاط طماطم تكون تقيل شويه، واسيبهم يسبكهم لغايه ما ياخدوا تسبيكه جامده كده شويه، الطماطم تقل وتتقل شويه. وحطيت عليها مكعب مرقه، وحطيت فلفل اسود وحبه سكر وملح طبعا. اول ما تتسبك وتتقل الطماطم اللي هي المكرونه بالطماطم، هقوم حاطه فيها ايه المكرونه على طول. الطماطم بتاعه المكرونه دي لازم تتقل شويه، كنت تقيله شويه، شويه فلفل او حبه السكر، واحط عليها حبه ملح. حطيت طبعا المرقه فيها، هنا تقلت اهي خالص، خلاص اتسبكت كده. هنزل عليها بعد كده بالمكرونه، هاخدهم تقلبتين وهوطي عليهم النار شويه، ياخدوا بس تسويه مع بعض، يشربوا مع بعض وكده خلاص. هبتدي بقى ايه، هنا حطيت شويه لحمه مفرومه معاهم، عشان لما تيجي تاكل المكرونه تحس ان هي فيها شويه لحمه. هنا خلاص خلصت، قلت اعمل الصينيه، بدهنها شويه زيت، وبحط فيها انا من طبعي بحط فيها شويه بقسماط، ممكن تحط فيها بشاميل، انا في اغلب الاوقات بحط بشاميل من الطبق اللي تحت، بس انا بحس ان البقسماط بيديها برده يعني ايه قرمشه كده شويه في المكرونه من في الطبق اللي تحت، بس احنا عادي بنحط طبقه بشاميل لو ما عندناش البقسماط، ما حطيتش يعني بقسماط كتير، حاجه خفيفه كده. هنزل عليها بقى بالمكرونه، هقسمهم على الصينيتين، انا احط نص الصينيه هنا ونص في الصينيه هنا. هي كانت المكرونه خلاص استوت، وهنزل بيها على الصينيتين، حطيت نصه هنا اهو، واحط نصه في الصينيه التانيه برضو، وهنزل عليه بقى بالعصاج برضو، بتقسمهم بالنص برضو هنا وهنا، وهسويهم طبعا، واقوم حط عليهم البشاميل، حط نص هنا ونص هنا برضو. وقبل ما يدخلوا الفرن احط عليهم شوية جبنة. هنا خلاص بوريكم ان انا حطيت هنا وهنا اهو، وهنزل عليهم بشوية جبنة مبشورين عندي في الفريزر، وكده هدخلهم الفرن. هتاكلوا والله يا جماعة احلى بشاميل، هو سهل جدا، مفيش في اي تعب، وهو اخدوا تحت الشواية فرن، حطيتهم في الفرن شوية وبعد كده ادت لهم لون تحت الشواية. وكده كان اليوم بتاعنا، وعملنا صينيتين بشاميل حلوين. ولو عجبك الفيديو ما تنسونوش باللايك والاشتراك في القناة.
وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.